أهلا بكم من جديد. أرحب بالسيد محمد دراوشي المحلل السياسي من جبعة حبيبة. أهلا بك من جديد. سيد أمير أورن الكاتب والصحفي الإسرائيلي. السيد ميخائيل كلاينر النائب السابق في حزب الليكود. أهلا بكم. سيد ميخائيل، يعني وضحت الصورة إلى حد ما، تساوي وتعادل بين المعسكرين. رئيس الوزراء يعني أنشأ تحالفا أو كتلة من حلفائه في اليمين للتفاوض بشكل موحد لتشكيل حكومة. رئيس الحكومة أقام كتلة من الائتلاف السابق 55 عضو كنيسة، وبهذا أعطى إشارة لليبرمان ليقول له بأنني مستعد للذهاب إلى حكومة وحدة وطنية، ولكنني لست وحدي، معي كتلة ستذهب معي إلى أي مكان، ولن أخون شركائي ولن أتركهم ولن أذهب بدونهم إلى حكومة مع بيني جانس. سوف أذهب إلى حكومة وحدة وطنية مع جانس، مع ليبرمان، وربما مع حزب العمل، ولكن هذا هو كل شيء. ليس هذا ما أراده ليبرمان. اليوم صباحا قال بأنه خائب الظن من جانس، وبدأ بالحديث عن شروط في موضوع الدين والدولة. وإذا كانوا يتحدثون عن ائتلاف مع جانس والليكود وليبرمان ويتحدثون عن حكومة علمانية، فإن هناك لا شروط دين ودولة، ولكن هذه بداية التفاوض بين حكومة مع ليبرمان والليكود، وإليها أمل أن ينضم عمير بيرتس بالمستقبل، وستكون يكون فيها 70 عضوا، ويمكنهم أن لا ينضموا. إذن يعني تصريحات واضحة، حكومة برئاسة نتنياهو، إذا من يريد أن ينضم أهلا وسهلا، ومن لا يريد ربما لا. هل هذا وارد أم أن الليكود في حالة من النشوة ربما أو المبالغة؟ أن ترخيش مسيوتي. لا يوجد سيناريو واقعي لحكومة برئاسة نتنياهو. صحيح أن نتنياهو كما توجه إلى قاعدته في الانتخابات، ولكي يقويه ينضم إلى يتوجه إلى قاعدة المنتخبين إليه كمجموعة، وحينها يريد أن يملي علاقات القوى. ولكن نتنياهو كما مثل في نهاية موسم كرة القدم، عندما تكون إحدى الفرق متقدمة ولكنها يمكن أن تخسر، وربما تكون مجموعة أخرى مثل جانس وليبرمان والقائمة المشتركة تعرف أنها إذا تفككت، وهذا مثل فرقة كرة القدم، يتحدثون عن ما سيحدث لدى الرئيس، رئيس الحكومة عندما يأتون إليه. ليبرمان وقالوا من قالوا باسمه بأنه لا يهمهم أن تكون أن توصي القائمة المشتركة على جانس مثل ما سيفعلون. هذه الإشارة الأولى. ومع ذلك لماذا، ويقول حقا ميخائيل، لماذا قال أن ليبرمان محبط من جانس وخائب الرجاء منه؟ لأنه يريد أن يكون متساوي في المثلث ثلاثي الرؤوس. في الحرب كان في أمريكا تحدثوا عن كتلة الصين والروس، الصين الروسي السوفيتي، وليبرمان هو من فترة كيسنجر الذي يقول يمكنني أن أناور بين هذا وذاك، وليست نفس المثل، وهكذا يستطيع أن يسقط نتنياهو. هل يعني تشارك سيد أمير أم السيد كلاينر في مسألة يعني ليبرمان وموقفه؟ هل بالفعل يريد إسقاط نتنياهو وهو محسوب في نهاية المطاف على يعني المعسكر اليميني في إسرائيل؟ يعني لو كان فعلا ليبرمان محسوب على معسكر اليمين لكان قد ذهب لائتلاف ما قبل هذه الانتخابات. لكن هو ليس يسار ولا وسط. هو ليس يسار وليس وسط، هو في مكانته السياسية الإيديولوجية هو موجود في اليمين، ولكن من ناحية تركيب ائتلاف حكومي هو يعنيه ليبرمان، ليبرمان يعنيه ليبرمان وليس أي طرف آخر. ولذلك أعتقد
أن البراغماتية الليبرمانية في هذه الحالة تشير إلى أنه يريد أن يكون نوع من بيضة القبان، هو يحاول أن يكون من يضع الشروط ويضع القوانين للحكومة المستقبلية. ولكن أعتقد أنا أميل أكثر لقضية أنه أقرب ربما من ناحية تكتيكية إلى بيني غانتس، لأن هناك أيضا ضغينة شخصية بينه وبين بنيامين نتنياهو. لو كان هناك، لو لم تكن هذه المشكلة لكنا رأينا حكومة في نيسان قبل بضعة أشهر، وربما قد تفادينا كل هذه المعركة الانتخابية وعدم الدخول والخوض فيها. ليبرمان أراد الذهاب إلى انتخابات جديدة لأنه لم يرد نتنياهو كرئيس حكومة، وهذا باعتقادي لم يتغير. وليبرمان تحسن وضعه وثقله زاد أمام بنيامين نتنياهو، ولا أعتقد أنه بثقل أكبر وبقوة أكبر سيكون خاضع أكثر لبنيامين نتنياهو، بل بالعكس هو سيحاول أن يعاقب بنيامين نتنياهو الذي كانوا بينهم عملية معركة شرسة وقوية جدا. باعتقادي شروطه أمام بنيامين نتنياهو لن تنحصر فقط في قضايا الدين والدولة وقضايا الليبرالية الدولة، إنما شروطه ستكون أيضا تحصيلات شخصية. سمعنا خلال الساعات الأخيرة عن بعض الإشارات إلى أنه قد يكون هناك تناوب في رئاسة الوزراء بين بنيامين نتنياهو وبين ليبرمان كشخص أيضا، وهذا ربما يكون أحد أحلام ليبرمان. ولكن طبعا في حزب صغير من 9 أو 8 مقاعد هذا بعيد كثير بالنسبة له. طيب يقول السيد محمد أن هذا السيناريو بعيد، لكن يعني في حال هذا، يعني في بوجود هذه المعضلة وهذه الإشكالية التي يعني إسرائيل الآن تعانيها عمليا، يبدو أنه قد يكون واردا على الأقل أو قد يطرح من جانب ليبرمان كيف سيتصرف الليكود وبنيامين نتنياهو وكل معسكر اليمين مع هذا الطرح والتوجه لإنقاذ حكومة يمينية ولي يعني منع التوجه إلى انتخابات أخرى. بشكل عام هذا منطق، إذا حافظ الليكود على الكتلة ولا سبب لكي لا يحافظ في النهاية، عندما يحاول الأول ويفشل ويحاول الثاني ويفشل سيصل إلى مدة 21 يوم، وإذا لم تشكل الحكومة وليس مهما من على رأسها، المهم أن نصل إلى 61 عضو كنيسة يوصون بواحد منهم، تنتهي 21 يوم، وستكون أمام ليبرمان 3 إمكانيات: الأولى الذهاب إلى ائتلاف مع ميرتس، القائمة المشتركة وغانتز، القائمة الموحدة وغانتز، أو الذهاب مع الليكود والمتدينين، أو الذهاب لانتخابات. هو سيخاف من الانتخابات الجديدة للمرة الثانية لأنه يخشى أن يدفع ثمنا لذلك، وبما أن مستقبله وهو يرى بالمعسكر الوطني، هو يريد المستقبل ولا يرى المستقبل على شكل ميرتس والقائمة المشتركة، وهو منطقي بلا مناص. هو سيقوم بما هو جيد لليبرمان كما قلت، وبين هذه الثلاثة خيارات الغير جيدة سيفضل الذهاب مع نتنياهو، ليس لأنه يحبه، ربما كان يريد التخلص منه، لكن لا مناص له. ولكن وصفك يتحدث عن الساعة السياسية، ولكن هناك ساعة قضائية. إذا أخذنا 25 يوم التي ستعطى بالأول لغانتس وسيفشل، و 28 يوم لنتنياهو ويفشل، بعد ذلك تكون 21 يوم الأخيرة ونصل هنا إلى 3 أشهر. في هذه الفترة المستشار القضائي للحكومة سيقرر تقديم لائحة اتهام، وحينها لن ترى، من الصعب أن ترى 61 عضو كنيسة يوصلون يوصلون بنتنياهو. هذا مهم. اسمع، ملاحظة عملية قصيرة. بخلاف غانتس، لأن هذا الأمر يشوش عليه، ليبرمان قال خلال الانتخابات بأن هذا لا ينقص عليه، لا يشوش عليه أن يظل رئيس حكومة تحت لائحة اتهام حتى يتم الفصل بالأمر. سيد محمد، هناك يعني حديث
الحديث كان خلال الحملة الانتخابية عن الأحزاب المتدينة. غانتس يرفض الجلوس معها بسبب يائير لابيد. أيضا ليبرمان يعني طرح هذه الرؤية. كان شريكا لها ليبرمان أظنه في إحدى الحكومات. كيف يكون يعني سيناريو أن يعيد نتنياهو بناء ائتلافه الواضح من الأحزاب اليمينية بما فيها ليبرمان والحريديم؟ هل يتنازل ليبرمان أم يتنازل الحريديم، أم أنها المسألة يعني مغلقة وأي طرف لن يتنازل؟ يعني في السياسة لا شيء مغلق. في نهاية المطاف هي قضية تنازلات مشتركة واتفاقات مشتركة، يحاولون أن يخرجوا في معادلة تظهر أن كلا الطرفين رابحين، ما يسمى وين وين، أو كلا الطرفين خاسرين. يعني في نهاية المطاف يستطيعون أن يقولوا أننا موجودون في أزمة كبيرة، أزمة وطنية قومية، وربما يكون هناك نوع من التحديات بشكل صفقة القرن التي تفرض على الجميع التنازل وقبول معادلة تنافي ربما أو مغايرة لما وعدوا جماهير المصوتين. وطبعا هذه ليست قضية جديدة، نحن موجودون في مثل هذه القضية على مدار 71 سنة في إسرائيل. دائما المتدينون قبلوا في معادلة معينة حسب الظروف، صيغة معينة حسب الظروف التي كانت موجودة. في هذه المرة هم موجودون في قوة كبيرة جدا، يعني 17 عضو كنيسة، هذه قوة كبيرة جدا، ولكن في ذات الوقت هم لا يستطيعوا أن يفرضوا من هو رئيس الحكومة، لأنهم في كتلتهم، كتلة اليمين، هم فقط 55 عضو كنيسة. ولذلك باعتقادي إذا كان هناك سيناريو لحكومة يمين بقيادة بنيامين نتنياهو سيكون سيصلوا إلى هذه الصيغة. ولكن أولا أنا لا أعتقد أن القضية بهذه السهولة. أعتقد أن هناك بعض المناطق الضعيفة في كلا المعسكرين، يعني في داخل حزب الليكود أعتقد أن كحلون هو حلقة ضعيفة في داخل حزب الليكود، وإذا استطاع بيني غانتس الحديث معه أو مع جدعون سعر وخلق نوع من عدم الولاء الكامل وراء بنيامين نتنياهو قد يحدث هناك تغيير معين. كذلك الأمر أيضا بالنسبة لبنت وأيالت شاكيد، أيضا كان هناك نوع من التوتر في خلال الفترة الانتخابية، وهو بنيامين نتنياهو أثر على إضعاف المعسكر اليمين بشكل جذري. وباعتقادي هم أيضا غير ملتزمون، وخاصة أن حزب يمينة انقسم على نفسه في 24 ساعة الأخيرة. محاولة الانشقاقات ويعني شق أطراف عن الأحزاب يبدو أنها ستكون متبادلة بين كحول لافان وكذلك بين الليكود، أيهما أقرب إلى النجاح في هذه المحاولات؟ بنتايم الليكود في هذه الأثناء الليكود وحروت الترخية ميخائيل تتكذلك كان هناك وراءه بمعني عيون الليكود يصطف وراء قائده تقريبا لطارينة مرض حاول ذلك شمير وفايتسمان ضد بيجن وانتهى الأمر بأن القائد ينتصر دائما وبعدها يصطفون بشكل جيد. ولكن عندما يهم القائد بالخروج فانتصرهم. شارون في 83 عندما استقال بيغن تنافس ضد دافيد ليفي، بعد ذلك شارون مقابل نتنياهو. ولكن النقطة هي أن أغلب هذه الهجومات على العدو تكون من اليمين إلى اليسار. في منتصف سنوات التسعينيات عندما اعتلى نتنياهو الحكم بدأت ظاهرة المهاجرين من الاتحاد السوفيتي، شيرانسكي وبعده ليبرمان. ليبرمان المواضيع العلمانية الاجتماعية بدأها لأنها صعوبة يعاني منها المهاجرين في موضوع شراء اللحوم والزواج وإلى ما إليه، ولكنه لا يريد أن يتماهى فقط مع المهاجرين إلى إسرائيل، وإنما يريد أيضا شرعية للعمل في الأمور الأمنية. وحلمه قبل أن يتحول إلى رئيس الحكومة، أن يتحول حلمه إلى رئيس الحكومة، كان يرغب بالعمل بالأمن وكان وزيرا، يعني كان وزير أمن. انتهى الأمر، مل من ذلك وأصر على قانون التجنيد واستقال قبل 10 أشهر، لذلك لن يكون مع نتنياهو لنعود إليه. سنعود إلى نقاش الانشقاقات والتحالفات لكن في إطار ردود الفعل الدولي.
المسؤولية على هذه النتائج الأولية. نتحول إلى الولايات المتحدة. دكتور عصام عبد الله خبير في العلاقات الأمريكية والعلاقات الخارجية الأمريكية، أهلا بك دكتور عصام. يعني كيف يقرأ الإعلام الأمريكي وكذلك ربما المؤسسة الرسمية هذه النتائج؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام، لا سيما أن هذه المرة الأولى التي أشرف بالظهور على شاشتكم الكريمة. شوفي، الإعلام الأمريكي كان يتوقع منذ الانتخابات الأولى أن هناك ستكون انتخابات ثانية وربما نصل إلى الانتخابات مرة ثالثة، لأنه الحقيقة أن هناك شعور قوي داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأزمة هي أزمة حكم وليست أزمة في تشكيل الحكومة. اثنين، أن السياسيين على اختلاف انتماءاتهم داخل إسرائيل يبدو أنهم يغردون خارج السرب فيما يخص المتغيرات الدراماتيكية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وبالسياسة الدولية، لا سيما وأننا يعني أمام هدايا سمينة جدا قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لنتنياهو تحديدا ولإسرائيل بشكل عام، وهي القدس والجولان وحتى طرح صفقة القرن. ويبدو أن هذا كله لم يشفع في إصلاح أزمة الحكم داخل إسرائيل وليس في تشكيل الحكومة. إذن هل من الممكن أن يعني يعود الرئيس دونالد ترامب أو يتراجع عن هذا الدعم الذي وصفته بعض الأروقة بالمفرط لرئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة أن ترامب نفسه مقبل أيضا على انتخابات في العام المقبل؟ يعني هذا وارد، ولكن دعيني أفاجئك بأمر جديد، وربما يكون في حوزة ترامب بعض التفاصيل التي لم تعلن عن صفقة القرن، ربما إذا تم الإعلان عنها الآن ترد حظوظ أحد السياسيين على حظوظ الطرف الآخر أو السياسي الآخر. لكنها يعني طرح صفقة القرن أجل مرتين في هذا العام إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، إلى ما بعد أبريل أولا، والآن يعني كان إلى ما بعد هذه الانتخابات. الرئيس ترامب بالمناسبة تحدث قبل قليل عن أن نتائج الانتخابات كانت متقاربة وأنه لم يتصل حتى اللحظة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا نفس يعني ينسجم مع تصريحاته قبل الانتخابات. يعني ربما هذا ذكاء الرئيس ترامب كما نعهده هنا، ولكن دعيني أقول لك أن إذا كانت الحظوظ متساوية فهذه مشكلة أكبر بالنسبة للسياسة الأمريكية. يعني أنا لا أزيع سرا أن أمريكا بالفعل تريد الرحيل عن منطقة الشرق الأوسط الخطأ والتوجه إلى الشرق الأوسط الصحيح، وهو ما يعرف بقرن آسيا والمحيط الهادئ الهندي، وربما تكون السياسات في الشرق الأوسط قد وصلت إلى طرق مسدودة، أفق مسدودة، وهي كانت يعني تريد أو تتوقع من نتنياهو بعض الانفراجات التي تساعد السياسة الأمريكية على تنفيذ مخططاتها وسيناريوهاتها القادمة، ولكن ربما هذا لم يحدث. طيب دكتور عصام، يعني ليكون السؤال الأخير، خلال هذه الأعوام الثلاثة من هذه العلاقة الوطيدة بين نتنياهو وترامب، كان يعني هناك توتر إلى حد ما في بعض الأحيان مع الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، سواء بين الرئيس ترامب والجالية أو حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي والجالية اليهودية واللوبيات التي اعترضت على سياسته في بعض الأحيان، هل ربما هذا هو ما يدفع ترامب وهو مقبل على الانتخابات إلى التراجع فيما بعد عن دعم نتنياهو؟ يعني سؤالك ذكي ويصب في العمق مما يحدث بالفعل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني يهود الخارج بشكل عام وفي أمريكا بشكل خاص ربما يوجهون انتقادات شديدة إلى السياسة في إسرائيل. الأمر الثاني أن هناك بعض أعضاء نافذين من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس يعني بينتقدون أيضا سياسة نتنياهو، والرئيس ترامب لا يريد أن يخسر بصريح العبارة الأصوات وهو مقدم على مرحلة
يعني من الانتخابات شرسة وليست سهلة كما تفضلتي، وبالتالي ربما تكون هناك في الأفق مفاجآت قد تكشف عنها الأيام القادمة. أشكرك جزيل الشكر دكتور عصام عبد الله، خبير في العلاقات الخارجية الأمريكية، وقد حدثتني من واشنطن. سيد أمير، أردت أن تعقب بالتأكيد، هل خسر نتنياهو ترامب برأيك؟ هل تراجع الدعم الأمريكي؟ بعالم شل ترامب يش وينر ولوزر. ترامب هناك خاسر ورابح، وهو إنسان بارد عبر أحاسيسه تجاه نفسه وربما تجاه إيفانكا ابنته المدللة. هو ليس صديق نتنياهو المقرب. نتنياهو بالنسبة له كما قيل موضوع اليهود والإنجليين الذين يدعمون توجه نتنياهو ويضغطون على البيت الأبيض. إذا رأى ترامب وهو ينظر إلى النتائج، نتائج الانتخابات في أبريل، نتائج الانتخابات الحالية، ويرى شيئين: في أبريل نتنياهو لم ينجح أن يفوز، اليوم لديه أقل مما كان لديه في أبريل، يرى انخفاض قيمة السهم في السوق وهو لا يريد أن يستثمر في هذا السهم، إذا ارتفعت أكثر ربما سيفعل. والآن هو يرسل إشارات لغانس ويقول له أنه سيكون جيد باتجاهه كما كان جيدا لنتنياهو لأنه يتعامل مع إسرائيل وليس شخص معين. محمد، يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما يكون استغل هذه العلاقة الخاصة خلال حملتين انتخابيتين، علق صوره مع الرئيس ترامب، قال إنه من مجموعة أخرى ومن يعني فريق آخر ويعني له سياسة مختلفة. هل خسر نتنياهو ترامب بالفعل؟ يعني أولا نتنياهو خسر أمام نتنياهو، يعني كل مشروع نتنياهو، مشروع الانتخابات، هو مشروع حسب رأيي مشروع فشل. يعني هو كما قال أمير، هو خسر من حجمه الذي كان في نيسان قبل بضعة أشهر، خسر أمام كل الدبلوماسية العالمية، مكانته وهيبته الساحر السياسي في الساحة الإسرائيلية وفي منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم. باعتقادي هذه الهالة التي كانت تحيط في نتنياهو بدأت تختفي، وطبعا الحكومة الأمريكية وترامب بدأوا في قراءة هذا الموقف، وأعتقد أنهم محرجون اليوم. ربما كان هناك ربما مودة ومحبة شخصية من ترامب تجاه نتنياهو، باعتقاد هذه المودة تذهب الآن في فطور معين على الأقل حتى ترى الحكومة الأمريكية كيف ستتبلور صورة الحكومة الإسرائيلية. هي لا تريد أن تكون في موقف معاداة أمام حكومة بديلة لنتنياهو إذا فعلا هذا السيناريو كان مطروح. طيب سيد كلاينر، يعني الرئيس الأمريكي رجل أعمال، تهمه مصالح بلاده السياسية، تهمه العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل كدولة. هل بالفعل أنتم يعني تولون أهمية إلى العلاقة الآن مع الرئيس ترامب وإلى أهمية الإبقاء على هذه المتانة في هذه العلاقة؟ أولاً أعتقد أن هذا صحيح، أن يجب أن نتوقع من رئيس أمريكي أن يقيم علاقات مع كل رئيس حكومة إسرائيلي، وإذا كان بالغد رئيس حكومة آخر بدل نتنياهو أتوقع بأن يعبر عن محبته الأساسية لدولة إسرائيل. لا أعتقد بأن الجولان كانت هدية شخصية لنتنياهو، لا أعتقد بأن القدس كانت هدية. أيضاً ساعدت الليكود من ناحية التوقيت، ساعدت الليكود في الانتخابات ربما. هناك تقارب إيديولوجي بين نتنياهو وترامب، وقال أمير بحق أن هذا لا يتعلق باليهود أكثر وإنما من جلستيين وهم عشرات الملايين، اليهود 2-3 ملايين، وأغلبهم يصوتون للديمقراطيين وليس لترامب، وهذا لن يتغير في أساسه ما عدا الحريديم المتدين الذين يصوتون لترامب، ولكن الإيمنجليين هم مصوتي ترامب وهم يريدون نتنياهو. وإن كان نتنياهو في المعارضة سيكون له تأثير كبير على هذه الشريحة الاجتماعية، لذلك فجهاز العلاقات الشخصية سيستمر. والباقي نظريات، لأن نتنياهو سيكون رئيس حكومة وترامب سيظل منتصر.
إيمك مستكلت على الممشاة الأمريكية سأقول واحد بالنسبة للسياسة إذا نظرت إلى الحكم الأمريكي ترامب قال بولتون ونتنياهو كان صديق بولتون وهم المعسكر الذي يريد دفعه إلى الحرب ضد إيران وهي يريد أن يقلص شراكة وتدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفجأة ما كان تحالفا بين ترامب وبولتون ونتنياهو فيه شكوك عشرات الصواريخ على السعودية غير مرتبطة ببولتون ومشكلة ترامب ليس بولتون ونتنياهو وإنما كيف يرد على الهجوم على السعودية سيد أمير أورن أيضا ستبقى أشكرك جزيل الشكر سيد محمد دراوشي في هذه المرحلة مشاهدينا وصلنا إلى يعني فاصل جديد آخر نتابع بعده القسم الأخير من هذه التغطية سنطرق الملفات الدولية وعلاقة إسرائيل في ظل هذه الانتخابات مع المجتمع الدولي ابقوا معنا